اهلا يا درغم، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا كلكم بخير. فيديو النهارده هنرسم فيه رسمة عن التنمر، فقبل ما نبدأ ما تنسوش اللايك والشير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ويلا بينا. اول حاجة هعملها اعمل التيشيرت بتاع الولد، بعدين هبدأ اعمل الكم او الدراع بتاعه. طبعا رسمة النهاردة سهلة، مش محتاجة اقول ان كله يرسمها ويبعتلي على حسابي على الانستجرام، هتلاقوه في صندوق الوصف، وبعتولي على صفحة الفيس برضو هتلاقوها في صندوق الوصف، او اعملولي منشن على ستوري على الانستجرام هرد على كل اللي بعتلي حاجة. ولو عنده اي استفسار عن الرسم يبعتلي في التعليقات هنا وهرد على كله. متنسوش تعليقاتكم الحلوة. قاعد اعمل دلوقتي في الايد، هعمل اول صباع بالطريقة دي، بعدين تاني صباع، بعدين تالت صباع، بعدين رابع صباع زي ما انتم شايفين كده، وبعدين خامس صباع الاخير، واخليه ماسك في الدرع. طبعا رسمة النهاردة كرتون مش رسمة بورتري، مش رسمة محتاجة احترافية وعمل تفاصيل، لا هي كرتون بس بتعبر عن التنمر. من هنا بقى هبدأ أعمل الإيد التانية كمان زي ما انتم شايفين كده، الطريقة دي اهو. اهو دي الإيد، وهبدأ أعمل الكم. زي ما انتم شايفين امسح، طبعا لو لقيت ان انا اتقدمت شوية، حسيت ان انا اتقدمت شوية فلازم امسح شوية واكمل زي ما انا. عشان كده بنقول لازم تخططوا في الاول تخطيط خفيف عشان لما تيجي تمسح ما يكونش في اثر على الورقة. بعمل الدراع اهو بالطريقة دي زي ما انتم شايفين كده، اهو بعمل الكتف زي ما انتم شايفين، بعمل بقى الراس عبارة عن شكل دايرة. أبدأ من هنا أعمل الودان عبارة عن نص دايرة بالطريقة دي، وأبدأ أعمل الشعر. شعر بسيط جدا يا جماعة، الشعر هيكون عبارة عن مثلثات زي ما انتم شايفين كده. لسه ما جابش ورقة وقلم، يجيب ورقة وقلم ويرسم معايا حالا. يلا، شايفك اللي قاعد بتتفرج من غير ما تجيب ورقة وقلم، في واحد هناك محطش لايك. هبدأ أعمل الودان التانية، بشوف طبعا لازم تكون على نفس المستوى، وبعمل الشعر بوصله بالقصة اللي نازلة، بعدين بعمل بقية الرأس بالطريقة دي. حسيت إن هي عايزة تكبر شوية عن اللي عملته بالطريقة دي، وأبدأ أظلل كده تظليل عشان يبين لي بس إن الشعر أسود. طبعا تظليل بس مش أكتر، مش هقعد يعني مش هلونه مثلا أو حاجة، لأ أنا بس بظلل او زي ما انتم شايفين الطريقه دي، وبعمل المناخير والبق زي ما انتم شايفين كده. احنا خلصنا الاول الجزء الرئيسي في الرسمه، الولد اللي في النص. هبدأ اعمل ولد تاني اصغر منه حجما، واخليه كأنه مثلا بيتريق عليه بالطريقة دي، او زي ما انتم شايفين عملت 5 صوابع، هتكون دي ايد الولد زي ما انتم شايفين كده. اهو الطريقة دي، وبعمل الودان عبارة عن نص دايرة
وبعمل الشعر بعدها. وبعمل الشعر برضو من فوق بالطريقة دي زي ما انتم شايفين. والعين عبارة عن نقطة، والحاجة بيكون عبارة عن خط، مناخير مثلث، وبعمل البق بالطريقة دي. شرحتها قبل كده في رسم فم وأنف إنمي، هتلاقوه في الفيديوهات القديمة، روحوا شوفوه. بعمل الرقبة زي ما انتم شايفين، وبعمل الدراع بتاع الشخصية وبعمل الدراع التاني زي ما انتم شايفين كده، والتيشيرت وبعمل الإيد اليمين بتاعت الشخصية زي ما انتم شايفين كده. همسح برضو الحتة دي عشان اظبطها اكتر. طبعا زي ما قلت لكم احنا اصلا مش محتاجين نظبطها، لان ده عبارة عن كرتون، فالكرتون مش هيبقى فيه مشكلة لو عملت نسب غلط. طبعا اكتبوا لي اي حاجة عايزين اعملها الفترة الجاية تحت في الكومنتات، وهعملها كلها، كل اللي قال حاجة من الفترة اللي فاتت هتعمل الفترة دي. واللي عنده اي تعليق، اي استفسار او اي حاجة يكتب لي وارد على كل التعليقات. هنعمل كلمة لا للتنمر كده بسيطة، حاجة بسيطة جدا يعني الطريقة دي. او زي ما انتم شايفين كده، وهنعمل نقطة، وهنعمل الفراغ اللي جوه الميم، وآخر حاجة بقى هعمل علامة الممنوع اللي بتكون موجودة في عند الإشارات. ده كان فيديو النهاردة، أتمنى الفيديو يكون عجبكم الدراما. لو عجبكم الفيديو متنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. أشوفكم الفيديو الجاي، ومع السلامة.